وصلت الإسلام العظيم وصلته لإفريقيا، وصلته للمغرب، وصلته لأوروبا، حتى اللي مشوا للأندلس مروا من هناك وعندهم أثرهم العميق هناك. وجامع القراوين جاء من تونس، جامع القراوين بالمغرب. ما رأيكم في دولة تنظم مباريات كرة القدم في رمضان المعظم في عز الظهيرة؟ معظم بالنسبة لهم هما، راهو لأنه ديما نعاودوا، لأنه يستهلكوا فيه برشا عظم. هذا ليش معظم؟ معظم بالعظم. ما رأيكم في دولة في جامعة كرة قدم تابعة دولة تجبر اللاعبين على الإفطار على خاطر يجاهدوا في سبيل الله؟ نسيت اللي يجاهدوا في سبيل الله كانوا صايمين. ما رأيكم؟ ترى نسمعوا سي وديع الجري شنو يقول على الأموال اللي عندهم الموجودة واللي حايرين وين ينجموا يحطوها. نعلق. احنا اليوم كجامعة عندنا الفلوس وما عارفين مش يعملوا بها. نحن اليوم كجامعة سمحوها لنا، رانا عندنا أفكار باش نستثمروا. ما قاعدين نعاونوا في الجمعيات نبنيو، وفي تقديرنا قادرين ننميو اكثر. اليوم تعرف الجامعه التونسيه كره قدم تحت في مليار على 52 من الدوله، معناها 2% قادرين نزيدوا نقدموا، قادرين في وقت من الاوقات ما عادش ناخذ حتى مليم، خليه يمشي للرياضات الاخرى، ولكن بالعقليه الاستثماريه وبقانون يسمح لنا بالاستثمارات في الجانب. قادرين نطوروا كره القدم، وقادرين نهزوا كاس افريقيا، وقادرين نبنوا الملاعب، وقادوا عندهم اموال. قال لك عندنا اموال، ما مش ممكن حاجه للمال هم، قال لك عندنا الاموال وما عندناش وين نحطوها يا ناس. ها، وقادرين يتجرؤوا على رب، وقادرين يتجرؤوا على فريضه بحجم صيام شهر رمضان، شهر في العام، ما يعطوش شهر لربي، اما يعطوا 10 شهور للبطوله، بطوله كره القدم المجمله. حشا البهير فيها. هذه تونس. أما شنو رأيكم لو نتابع نشاط بعض اللاعبين المسلمين وبعض الصور اللي تأتينا من بلاد الغرب، بلاد الغرب اللي ما تعرفش لا ربي لا محمد، ولكن قدر الإنسان المسلم هناك وقدرة الجمعيات بعد جهد وجهاد المسلمين اللي تغربوا في إيطاليا وفرنسا ودول أخرى، وشكر لهم كثير منهم قضوا نحبهم، حطوا بصماتهم، حتى صار هناك قدر من العزة ومن الاحترام للإنسان المسلم. نشوفوا هالمشاهد هذه في ملاعب كرة القدم الأوروبية والأجنبية بصفة عامة. الله العظيم. سي محمد من بنقردان يصلح لي، يقول أخي مقداد، جامعة كرة القدم التونسية ليست مسؤولة على توقيت المقابلات في رمضان. الداخلية هي التي رفضت اللعب ليلا. أخوكم محمد من بنقردان. صابر النفزاوي، شو رأيك عندما تقارن، عندما تستضاف أولمبيك ليون ولا الباريس سان جيرمان ولا البايرن ميونخ، يهبط يلعب في تونس مقابلة ودية، حسب رأيك يلعبوا معه نهار ولا يلعبوا معه ليلا في رمضان؟ يلعبوا معه ليلا. كيف ترى أنت إدارة وإجراء مباريات كرة قدم دون أن يتكلم مفتي ولا جامعة الزيتونة؟ نحب نقول كلام كبير ولكن أحترم بعض الشخوص فيها، ولا يتكلم أي حد، يعني الناس الكل تدافع عن الأسعار، غيظها السكر وغيظها التاي، ونحن ولينا نحب يصورونا من أسقط وأرض للشعوب اللي تزحف تمشي على كروشها فقط على بطونها، ولا أحد يبالي بهذه القرارات في بلد مسلم. هكا تشوف الغرب ماذا يحدث. ويمكن أن ننظر إلى هذه المسألة من زاويتين. الزاوية الأولى هي الزاوية البوليسية الاعتيادية في تونس. طبعا الوزارة الداخلية تتعامل الموضوع كموضوع أمني بغض النظر عن كل جانب عقدي ديني أو ما إلى ذلك. لكن هناك أيضا جانب آخر يتعلق بالنخب السياسية والنظام السياسي التونسي اللي قبلته فرنسا اللايكية، فرنسا اللي هي لحظة تأليفية سنتاز بين سيولة ما بعد الحداثة بصبغات اللا أخلاقية والتاريخ الصليبي الأوروبي بطابعه العدائي. نعرف فرنسا اللايكية ولا فرنسا بعد إذنك
فرنسا اللائكية لا تستهدف المسيحية ولا اليهودية. أعتقد بأنه اللي قلت هذا كلام ممكن نجم يظللنا شوية على الحقيقة، لعل فرنسا المعادية للإسلام تحب تقول. لا أوش نفسر لك أكثر. علاش نقول هكا؟ فرنسا اللائكية باعتبار أنه فرنسا تعيش اليوم ما يسمى المكرونية، لو ماكرونيزم. المكرونية هذه تتمثل في صياغة محاولة صياغة إسلام فرنسي بدل إسلام في فرنسا. في تونس نستشعر وجود محاولات علمانية لصياغة إسلام تونسي بدل إسلام في تونس. هذا هو وجه الشبح صح التعبير. صحيح أنا هناك جانب رأوا حتى لأن نكون يعني متحاملين، فما جانب آخر يتعلق بالبنية التحتية، رأوا ربما ما عندهمش إضاءة في الملاعب في الليل وما إلى ذلك، لكن هذا زاد ماهيش ذريعة، ماهيش حجة، لأنهم يمكنهم بكل بساطة تعطيل هذه المباريات خلال شهر رمضان أو على الأقل التقليل منها إلى الحد الأدنى، لكنهم يعملوش هذا الكل ويكملوا يعني يواصلوا البطولة بشكل طبيعي جدا كأن شيء لم يكن، كأنه فما شهر مبارك اللي هو شهر رمضان المعظم. وبالتالي العقلية عقلية فرنسية لايكية في العمق، هناك وعي لايكي يتعامل مع هذه مع الرياضة ومع هذه الحالة التونسية يعني. نعم، الناس اللي باش يربونا اولادنا، كنا نعدوا في بعض الشباب اسئله ميكرو تروتوار في الشارع، يسال اولاد وبنات على النبي الذي جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما يعرفوش النبي الذي جاء بعد محمد، اما متاكد اللي يعرفوا كريستيانو رونالدو قداش يلبس، ويعرفوا علاش كيفاش خذاها وطلقها وكيفاش طلق الاولى واسماء اولاده، يعرفوهم الكل. اما شوفوا اللي يقروا في اولادنا ذوما شنو احوالهم. تجيني رسائل انا فنحب نتفاعل معها بشكل فوري ولك صابر التعليق. السلام عليكم سي مقداد وسع شريبتك، نحن خريجو علوم التربيه الدفعه الرابعه للشهر الثامن على التوالي دون مستحقاتنا الماليه، اي منذ بدايه السنه الدراسيه. المربي من غير شهريه ويجوع ويطمع احيانا في اللومجة وفي الساندويتش، كيف تكون هكا مزيانه وباهيه ممكن يطمع فيها كعبه اليوغورت اللي موجوده عند التلميذ. والقول لي يقول لي هو اكثر من 2500 مربي ومربيه في مقاطعه للعمل في كامل الجمهوريه، يقول لي باعتبارك كذا مؤثر الرجاء نشر تدوين على الصفحه. نحن هذا خبر كهذا عنده اهميه بالغه لينا، واحتراما لسادتنا المربين واللي من غيرهم نحن ما كنا لنكون، فلابد ان نذيع هذا الخبر على الهواء. صابر اذا كنت تحب تقول حاجه على هذا. في المقابل تلقاش مثلا بوليس مقدش شهريته في تونس. مستحيل. يا الله. هذا يعكس في النهايه الذهنيه البوليسيه للدوله اللي تحرك الدوله. البوليس اهم من المربي في تونس. نعم بكل نعم. بساطه يعني. نعم ماشيين ومواصلين. هذه عقليه راهو وهذه راهو هذا الخطوره القادمه ربما في الافق، ان نوصل الى حاله النقراطيه بمعنى حكم البوليس. هناك ما يسمى حكم البوليس او البوليس الحاكم، بمعنى ان البوليس هو اللي يتحكم في النظام السياسي وليس النظام السياسي هو من يتحكم في البوليس. نحن مهددون بهذه الوضعيه في النهايه راهو النقراطيه. نعم 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 نعم. نمشي الى موجه اخرى ومواصلين في نفس السياق، نلوجوا على جذور الازمه ونلوجوا على الورم السرطاني